وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة الغد ناز السيد. ناز، دعينا في صورة هذه الاحتجاجات التي انطلقت اليوم. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خروج الآلاف من أهالي مدن الشمال السوري في تظاهرات احتجاجية ضد التدخلات التركية المتكررة وسياسة الدولة التركية على مناطق شرق الفرات. طبعا اليوم المتظاهرون أكدوا بأنهم رافضون رفضا قاطعا لأي شكل من أشكال تشكيل المنطقة الآمنة تحت رعاية تركيا. طبعا أيضا هم أكدوا بأن المنطقة تتمتع باستقرار والأمان تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، وهم ليسوا بحاجة إلى أي تدخل أو إنشاء أي منطقة آمنة هنا في مناطق شرق الفرات. طبعا التهديدات التركية ليست بجديدة على مناطق شرق الفرات، ولكن هذه التهديدات الأخيرة تبدو بالفعل جدية حسب مراقبون وحسب الخبراء هنا في الشمال السوري. أيضا قوات سوريا الديمقراطية يعني أعلنت استعدادها التام لصد أي هجوم تركي محتمل على مدن الشمال السوري. طبعا أيضا المسؤولين حسب اتصالي معهم أكدوا بأن هناك وعود، هناك قد تكون هناك ضمانات جديدة من قبل قوات التحالف الدولي التي تتواجد هنا على الأرض، ضمانات لقوات سوريا الديمقراطية لحماية المنطقة. طبعا أيضا اليوم كان هناك وصول دفعة جديدة من الدعم العسكري واللوجستي من قبل التحالف الدولي عبر معبر السيمالكا إلى مناطق شرق الفرات، والتي اتجهت إلى القواعد العسكرية الأمريكية في مدينة كوباني وأيضا عين عيسى. طبعا نعم، يعني هذه التهديدات كما أشرت سابقا ليست بجديدة، ولكن هناك مخاوف جدية من قبل الأهالي والمسؤولين هنا في مدن الشمال السوري حيال هذه التهديدات، ولا سيما بأن الفصائل المسلحة أيضا الموالية لأنقرة أعلنت جاهزيتها التامة للمشاركة مع الجيش التركي في هذه المعركة الجديدة والتي أطلق عليها الرئيس التركي المخلب. ولكن نعم، قوات سوريا الديمقراطية أيضا والأهالي هنا في الشمال السوري أكدوا يعني الجاهزية التامة لصد أي هجوم تركي محتمل جديد على مناطق شرق الفرات. ناز السيد مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القمشلي.